السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفوا كيفاش نصوبوا اللوحة الضوئية اللي كنكتبوا فيها الاسم ديالنا وكتشعلها هكا بالأضواء فاش كتكون في الكاميو هكا كتعطي واحد المنظر زوين. هنا الإخوان كما كتشوفوا غنشري جوج باكيطات في المحل اللي كيبيع هادشي ديال المواد ديال البناء. غنشري جوج باكيطات، الأولى تكون صغيرة على الثانية بحيث أن فاش تدخل الصغيرة في هذيك الكبيرة غادي تعطيك جوج ديال لي مليمتر من كل جانبين. غنقول لكم علاش، غنشوفوا علاش من بعد. من بعد تنشري هاد اللوحه هادي خشبيه ولا ندبر عليها في مكان. تنحتاجوا واحد الاله حاده باش نقطعوا هاد الاله، باش القاط باش نقطعوا دوك الباكيطات ديالنا، ورق لاصق، الكولا، وواحد المسطره، وهاديك الخشبه اللي شرينا، وواحد الخشبه، وهاديك الزجاجه اللي قلنا ديك بلاستيك اللي دايره بحال الزجاجه باش نديرها من الفوق واحد المترو. كنعبروا الباكيطات في الجنب ديالهم وتنقطعوهم تتولي على هذا الشكل هكا. من بعد الاخوان يعني تلصقوا بالكولا وتنديروا الخشبه ديالنا كما شفتوا هي جات مع اللور باش تعطينا هذا الوجه. هذه القلب ديالها غادي نعمروه بالالومنيوم، غادي نديروا فيها الكولا ونديروا الالومنيوم كما كتشوفوا. وكما كتشوفوا ثاني حاجه الباكيطه الثانيه كنقطعوها على الشكل هذا اللي كتكون بحيث كتكون كبيره على اخر بواحد جوج ديال السنتيمتر باش تدخل في وسطها. علاش درناها باش تدخل في وسطها؟ وكما قلنا باش تكون كما قلنا سابقا تكون جوج مليمتر. كما كتشوفوا هنا عندنا واحد الوسعه كاينه تدخل الجاجه باش تجي لداخل باش تكون في القلب ديالها لداخل. وكما كتشوفوا هنا خلينا في داك دوزنا هذاك السمطه اللي كتعطي الاضواء، دوزناها من الداخل في ديك الحاشيه الدخلانيه بالكولا، هذيك كتحيد لها الكولا وكتلصقها. ودورنا درنا الالومنيوم في الوسط باش يعكس لنا الضوء ديال السمطه كله باش يوزعوا لنا كاع في اللوحه على كاع كما كنشرو مربع. من بعد الاخوان مشات لي التصويره ديال فاش زدت هذيك الزجاجه من الفوق البلاستيكه فاش دخلتها وعاد لصقت فوقها هذا الورق هذا اللاصق، لصقته فيها وانا اختاريت هذا الورق هذا اللي فيه هذوك الزواقات باش غير غنطرهم ديجا فيهم الزواقات غير بالكوتار حيت الزواقات هكا ولا تتبنى الزجاجه نيشان. ومن بعد تراسيت الاسم ديالي لداخل وقطعته بآلة حادة وحيت سميتو عطاتني الاسم ديالي هكاك. كما كتشوفوا هنا اللور درت له واحد الورقه هكا يعني تيكون مزوق شويه باش يعطي شويه منظر وصافي من جهتي. كما كتشوفوا هنا الاخوان درت واحد هذيك اللعبه اللي تلصق هكا تلصق في الزجاجه باش ما تبقاش تلعب ليا فاش نكون صايق، وهذا باش ما تبقاش في وجهي تكون محكمه مع الزجاج الامامي. هكا كتشوفوا الاخوان يعني عطينا الاسم بحال هكا وهادشي عطي واحد المنظر زوين، يعني ماشي غير هاد الشكل هذا، يعني تقدر بالتيليكوموند ديالك تبدل كاع الاشكال يولي الضو يمشي غير بشويه ويرجع بشويه ولا تفيكسي في شي لون محدد انت كتبغيه. كنتمنى الاخوان يعجبكم الفيديو تعجبكم هاد الفكره هذه، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس وما تنساوش ديروا جيم. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله وفكره جديده، وتبارك الله عليكم.